حاجة كنشكركم بزاف سي عمر، كنشكر قناة الفجر على هاد التغطية هادي. بالنسبة للمقابلة كما شفتوا كانت ما نقولوش سهلة، ولكن كانت فواحد الريتم اللي هو عادي. الدراري الحمد لله عارفين بالمسؤولية اللي عليهم. كما كتشوفوا المقابلة بالسل واحد راه ماشي، ما نقولوش راه ميني فوت، معروف فوتسال ما فيش الأهداف، لا السل واحد ولا هادي. الحمد لله قدرنا أننا نفوتوا هاد الدور هذا. كنتمنى إن شاء الله اننا في هذه المقابله غادي نكونوا كانوا بعض الاخطاء نقدروا نصحوهم في المقابله الجايه ان شاء الله. بالنسبه لي انا ماشي ما لعبتش، لا عندي واحد البليسمون في الشوفي. كنتمنى ان شاء الله اني نكون حاضر في المقابله المقبله ان شاء الله. وبالنسبه للاعبين كما كيشوف ما كاينش المدرب اليوم. اليوم كانت واحد الجروب سوليد اللي قدرت انني نكون مع الدراري في البونتوش باش نقدروا نكونوا واحد ان بون ايكيب. الحمد لله اتى المعروف اللي هو الفوز، ونتمنى ان شاء الله المقابله المقبله نقدموا مستوى كبير، لان احنا قامحين باش نكونوا في لاكوب ان شاء الله، نكونوا في البوديوم هذا العام ان شاء الله. وان شاء الله كاع اللاعبين عازمين باش ان شاء الله نكونوا في مقابله النهايه. فريق دينامو فريق كبير، فريق اللي فاز بجوج ديال البطولات وكاس لقب كاس العرش. الحمد لله عندنا لاعبين في المستوى، كنتمنى ان شاء الله نبقاو في هذا سميتو الكونسنتراسيون ديال جوج اللاعبين، وان شاء الله لمالا ان شاء الله الفوز باللقب. كنتمنى لكم الخير ان شاء الله. شكرا سلام. مرحبا بك. طبعا يعني الخبره عامل من العوامل ديال النجاح في جميع الرياضات، يعني خاصه في الفوتسال. يعني الفريق القنيطري دينامو يعني معروف بالتاريخ ديالو، يعني عنده القاب ما عرفتش شحال بالضبط، ولكن عنده القاب في كاس العرش يعني. واللعبة ديالنا انت كتعرف يعني الدراري باقا صغيره باقا شابه، هادشي اللي كاين. طبعا يعني كاين واحد شويه يعني شحال نقولوا من ناحيه مثلا الاداء ديال الفريق ديالنا، نجي واحد الفتره ديال الانتكاسه من ناحيه النتائج، خاصه النتائج اللي هي ما فيهاش الحظ يعني. واللعابه كاين لعابه يعني واحد اربعه كنظن او ثلاثه يعني مقصحين، هذا اللي جعل اننا الفريق ما يجازفش في الدقائق الاولى او في الشوط الاول انجاز التعبير يعني. طبعا هو الطموح دائما كبير، فريق الاولمبيك تيكوان دائما الطموح ديالو كبير، يعني منذ تاسيس الجمعيه هذه والفريق كيطمح رغم قله الامكانيات رغم الظروف يعني الصعبه. ملي كنا في الممتاز يعني في القسم الثالث ان صح التعبير، كان دائما الطموح اننا نصعدوا القسم الثاني. في العام الاول يعني ما حققناش، كنا وصلنا للسد الوطني، والعام الثاني ديال الجمعيه يعني فضل الله عز وجل اولا ثم الطاقم التقني والاداري واللاعبين حققنا الصعود. والعام الفايت يعني مشينا الرابع، يعني واحد النتيجه مهمه بالنسبه للتاريخ ديال الفريق. وهذا العام يعني النتائج ما كتعكسش تماما يعني الاداء ديال الفريق، ورغم انه يعني مساله مهمه هو غياب القاعه، قاعه غير موجوده يعني. كان كريو باش كنمشيو نلعبوا اولا مش كنمشيو نترينيو، فهمتي، والامكانيات ضعيفه، وهذا اللي خلى الفريق انه في الاول يكون ثقيل شويه في الاداء والنتائج، ما حتى الحظ يعني. طبعا تاريخيا كما ذكرت يعني مدينه قنيطره هي الرائده في الكره داخل القاعه، يعني كتليها يعني كتمخرب كاع حتى هي عندها القاب سطات في الاونه الاخيره طبعا بلاعبين ممتازين. مدينة تطوان يعني شنو غنقول لك، ناحية ديال المواهب موجودة، فهمت، مواهب موجودة. المؤطرين يعني صراحة ما جي مؤطرين في الطريق لا بأس بهم، عندهم إمكانيات، عندهم يعني خبرة في الميدان، ولكن الشيء اللي كيخلي المدينة أنها دائما كتكون في ماشي في المستوى اللي عليه المدن الأخرى هو الإمكانيات المادية. المجلس البلدي ما كيدعمش الفرق، اللاعبين ملي كيشوفوا مثلا الماديه المسائل الماديه غير موجوده ما كيبقاش عنده الغرض مثلا يجي تريني ولا كذا، والحصص دائما قليله. هذا اللي كيخلي دائما يعني التطور ديال الكره في تطوان ماشي بواحد الشكل بطيء يعني. هذا اللي كاين، الله اعلم. سميتي سعيد اعرس، يعني دربت الفريق، دربت عده فرق في القسم الممتاز والقسم الثالث. فريق الاولمبي عندي معاه دابا السنه الرابعه، يعني سنتين وصلنا للسد الوطني وسنتين هنا في القسم الثاني هذه السنه هذه.
ناحيه الشواهد يعني ما تحت شي فرصه، هذا يعني صراحه يعني كيتعتبر يعني من الاشياء السلبيه في الكره داخل القاعه. يعني ملي عرفت ان الفوتسال كمدرب يعني لعبت مع فريق عصابه، لعبت مع فريق مستشفى، لعبت مع الفريق سياغين في ملعب كبير، ولكن ملي دخلت للتدريب ما عرفت حتى شي يعني مش غنسميوها دوره تكوينيه، الا السنه كيقولوا بانه عملوا دوره تكوينيه في الشامل يعني في طنجه، ماشي يكون الاطار الوطني هشام بكيك، وكنتمنوا تسير الامور بخير وعلى خير ونيلوا الدبلوم ان شاء الله. شكرا، ارحم والديك.